ايوه، مساء الخير، ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا ده اول حلقه ليا، واللقاء بيني وبينكم ان شاء الله اكون ضيفه خفيفه عليكم. النهارده ان شاء الله هعمل لكم بعض الاصناف الظريفه كده. يعني المنيو بتاعنا هيكون محشي ورق عنب وبدنجان، تمام، وهنعمل لحمه بارده، وهنعمل الحلو ام علي، وان شاء الله خطوات كده واحده واحده مع بعض، وان شاء الله الارقام موجوده للاتصال وعلى الواتس كمان. اوكي، اتفضل. اول حاجه هنبدا نعمل خلطه المحشي، تمام. هنحط الرز، اوكي، يعني نقول مثلا كوبايتين رز هيحصل لنا ربع كيلو من ورق العنب، تمام. طبعا ورق العنب الفريش نزل ولطيف جدا، عشان برضو ايه تستعملوه ان شاء الله. هنعمل الخلطه بتاعتنا المعروفه العاديه خالص، المألوفه يعني اللي عارفينها كلنا، وهنستمتع ان شاء الله مع بعض لمدة 50 دقيقة، ويكون ان شاء الله لقاء جميل وموفق بأمر الله. معاكم طبعا شيف دينا، اكلات ماما دودي، تمام. وانا سعيدة جدا بلقائي معاكم النهاردة حبايبي. هنحط طبعا اول حاجة الملح، ودي حاجة معروفة، نحط كمية بسيطة عشان ما يحدقش قوي، ويبقى في ايدينا التحكم يعني. ونحط شوية من الشطة عشان تدي طعم لطيف، يبقى سبايسي، اوكي. وهنحط شويه من البابريكا، شويه من الفلفل الاسود. انا سعيده جدا بلقائي معاكم حبيبي. نحط شويه من الكمون، احنا كده ان شاء الله هنجهز للخلطه. طبعا انا بحب ادخل الزبده فيها عشان بتبقى طعمها ظريفه مع الخلطه، يعني محبوبه وهتعجبكم ان شاء الله قوي الطريقه دي، تمام. هنبدا نجهز الخضره بتاعتنا. طبعا احنا بنعمل كميات كده صغيره عشان تلحق تستوي معانا، عشان ايه وقت البرنامج، تمام. فاوريدي احنا جاهزين بنسخه ان شاء الله عاملين فيها كل حاجه. وهنعمل طبعا اللحمه البارده الظريفه هتعجبكم قوي، هنقطعها سلايس كده. نبدا الاول باللحمه البارده، طبعا حلتنا بتشتغل بالكهرباء عشان تقوم بعملية التسوية السريعة، عشان زي ما قلنا وقت البرنامج، تمام. تمام، اوكي. اول حاجة هنحط الزبدة طبعا كالمعتاد، حط كمية بسخاء عشان اللحمة تتشوح وتبقى لطيفة، تمام حبايبي. اي ملاحظة بحب اسمع صوتكم بقى، واي استفسارات طبعا انا تحت امركم يعني. اوكي، اوكي، طبعا مجهزه اللحمه البارده ومتربطه جاهزه على اساس ايه، مغسوله وتمام بس تتشوح معانا على طول، تمام. هنحط لها طبعا الملح، هنحطه في الاخر عشان عمليه التسويه زي ما انتم عارفين. نحط بس الفلفل، وطبعا احب اقدم اهداء لحبيبتي واختي مامتي الغاليه ماما امال، دي طبعا توام روحي، انا بنتها الوحيده، ولو سمحت ندعي لها بالشفاء العاجل، لان هي حصل لها ايه حادثه كده، وربنا يشفيها ويعافيها يا رب. اقول لك ازيك يا حبيبتي يا ماما. طبعا هنسيب اللحمه تتشوح لحد ما تاخد لون ذهبي جميل زي اللون الشاي باللبن كده، مش عاوزين نقول اسامي قهوه ولا حاجات زي كده.
ايوه اهلا وسهلا. اهلا بك يا شيخه. اهلا يا حبيبه قلبي اموله حبيبتي الغاليه اسكندريه حبيبتي وتوأمي التاني وكل اهلي هناك واهل زوجي في العجمي، بقول لهم اهلا وسهلا واهلا بك يا حبيبه قلبي واموريني. بعد اذنك بس عايزه اسالك سؤال، انا لما بطلع اللحمه من الفريزر ايوه بيجي على العظم دم. ايوه بنقعها برضو بسيبها تفك مع ايوه وبحط لها حبه ملح وحبه سكر صغيرين ايوه وعصره ليمون وبتحسي اه اتفضلي اتفضلي وبسيبها تفك على مهلها. ايوه فبرضه بتبقى ونيجي ناكلها بحس الفدان. أيوة بصي هقول لحضرتك حاجه، اول حاجه حبيبه قلبي انت تاخديها الاول تشويحه وتحطي لها كوبايه ميه مغليه مع البوكيه جارنيه بتاعنا وترمي ده اول مره، كويس؟ ده زي عمليه تعقيم كده اوليه، وبعد كده يا ريت ننقعها شويه في كوبايه لبن حليب، وبعدين نفضي اللبن خلاص نستغنى عنه ما نشطفهاش بقى ولا حاجه، وكليها بقى وادعي لي. يعني احط على طول على عليها بعد ما نقعها في اللبن فيها. اه يا حبيبه قلبي تحط لها زي ما قلت لك كوبايه لبن وشويه من الكزبره الناشفه لانها بتشيل اي روائح غير مستحبه. ماشي الف شكر يا سيدي. العفو يا حبيبه قلبي نورتيني باتصالك يا حبيبه قلبي اهلا بيكي. احنا دلوقتي جهزنا طبعا الخلطه، انا مجهزه البصل ناعم جدا والكزبره مع الشبت والبقدونس خليط كده منهم وملح وفلفل وكمون وشويه زبده وشويه زيت، ونبدا بقى ايه نلف المحشي بطريقه لطيفه كده صوابع صغيره انا بسميها صوابع الست، تبقى لطيفه جدا جدا. وكل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب ونعمل لكم بقى اصناف حلوه جدا بقى وكحك العيد بقى وحاجات روائع ان شاء الله يا حبايبي. انت استمتعوا معانا كده ويكون عيد سعيد عليكم يا حبايبي ان شاء الله. اتفضل نبدا بقى ايه في الحشو، توكلنا على الله. انا بعمله صوابع صغيره جدا، بحط كميه بسيطه من الخلطه بتاعه المحشي بتاعت، ويا سلام لو عملت الخلطه قبليها بيوم بيبقى لطيفه جدا وبتتشرب بقى من كل المواد اللي فيها البصل والخضره والطماطم، بتبقى حلوه جدا عن تجربه يعني. جربي وان شاء الله وكلميني بقى ونتواصل مع بعض، وان شاء الله في اي وقت عايزه اي استفسار كلميني انا هرد على كل التليفونات بامر الله يا حبيبي. اهلا يا حبيبتي ميرو. اهلا وسهلا، ازيك يا قمر؟ الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي، اموريني يا غاليه. انا عايزه طريقه كيكه تكون حلوه. كيكه ولا بسبوسه؟ انا اي لا كيكه، انا كل مره بعملها والقاها بتسرع مني تبقى عجينه كده من دي البسبوسه. ها لا ده الكيكة. حاضر يا حبيبتي، هقولك على طريقة جميلة جدا بالزبادي وتسقيها كوباية سكر معقود وتحطي على وشها جوز هند وتبقى اسمها رواني، دي جميلة جدا جدا. هقولك يا حبيبتي على المقادير. حاضر من عينيا، تأمريني يا روحي. أي استفسار تاني؟ اتفضل. طبعا دلوقتي انا بلف لكم الورق العنب اهو، ان شاء الله هيبقى جميل جدا وهناكله بقى مع بعض، وعازماكم هنا في الاستوديو بتاعنا تنورونا، واللحمه البارده اهي بتتشوح معانا وفي نسخه طبعا جاهزه ان شاء الله هنقدمها، وهعمل لكم بقى الحلو ام علي النهارده. اوكي طريقه كده لطيفه وبسيطه جدا وحلو اقتصادي برده، احنا عاوزين حاجات على قد الايد يعني الظروف ايه، هناكل لحمه يبقى نعمل حلو في البيت ظريف كده لطيف كل مره ان شاء الله، والمره الجايه ان شاء الله هيكون في صنفين حلو. دي اول مره كده بنتعرف على بعض، ان شاء الله يا حبايبي تكونوا مبسوطين واكون ضيفه خفيفه عليكم. يلا فين الاتصالات؟ هلا هلا بالاتصالات، يلا نسمع صوت حبايبنا اتفضلوا معانا.
انا بلف لكم طبعا يعني نسخه بسيطه كده من الملفوف ورق العنب. ويا سلام لو حبيتوا تعملوه على الطريقه اللبنانيه جميله جدا، بحط له زيت زيتون. ايوه السلام عليكم. الو السلام عليكم. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ ايوه انا ام عبد الرحمن. اهلا يا حبيبه قلبي، ازيك يا غاليه؟ الله يخليكي، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا روحي، الحمد لله. اموريني يا حبيبه قلبي. كنت عايزه اعرف طريقه ام علي. يا حبيبتي ده انا هعملها دلوقتي واجيبها لك لحد البيت. الله يخليكي. الله يخليكي يا حبيبتي، هعملها حالا وحضرتك هتتابعيها معانا. ماشي، شكرا. اهلا بيك يا ام عبد الرحمن، نورتينا باتصالك. واحنا دلوقتي بنعمل الورق العنب اهو، مستنيين اتصالاتكم ان شاء الله، وتكونوا مبسوطين جدا. اي استفسار اي حاجه بعملها لكم بكل سهوله ان شاء الله، وتكون خفيفه عليكم كده وخفيفه برده، يعني زي ما نقول على قد الايد، ربنا يزيدكم ويزيدنا يا رب، بس برده يكون عندنا حاله اقتصاديه شويه، احنا عندنا دراسه ومدارس ومدرسين اولاد والكلام ده، فربنا الله المستعان. أنا سعيدة جدا أنا معاكم النهارده والله، مبسوطة جدا 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 بلقائي معاكم، مستنية اتصالاتكم بقى إن شاء الله عشان نسعد مع بعض كده إن شاء الله يا حبيبي. أهلا حبيبتي، أهلا مدام أمال. صباح الخير يا حبيبتي. يا حبيبة قلبي ماما الغالية، أهلا يا ماما. منورة البرنامج يا روحي. عاملة إيه يا حبيبتي؟ لسه بعتلك إهداء جميل يا روح قلبي، إزيك يا ماما؟ وصلني والله. عاملة إيه دلوقتي؟ الله بالتوفيق كده بأمر الله. ربنا يخليك يا حبيبتي، طبعًا ماما المدرسة والدتي هي المدرسة الكبيرة. المكان وعظيمة أوي ما شاء الله. يا حبيبة قلبي، مامتي هي أستاذة الأساتذة، وأنا طبعًا ما جيش حاجة فيها، بس هي والدتي حبيبتي من وأنا طفلة صغيرة عندي 8 سنين كنت متعلمني اعمل كل حاجه، وكنت بنت واحده بس تقول لي عشان لو اتجوزتي وتغربتي تبقي شاطره، فعلا اتغربت 30 سنه بره وكنت شاطره جدا وقدوه الحمد لله في كل حاجه. ربنا يبارك لي فيكي يا ماما، وسلام لاخويا. ربنا يبارك لك البرنامج، ربنا يوفقك ويسعدك يا حبيبتي ان شاء الله بالتوفيق. وسلام لاخويا المقدم محمد السايس، اخويا الوحيد ده ابني، ومدام مياده زوجته، واولاده سيف ويوسف وادهم حبايبي. كلهم يا حبيبتي بيسلموا عليكي يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبة قلبي، واشوفك على خير يا مامتي. سلام يا حبيبتي. دعواتك يا حبيبتي، الله يسلمك يا حبيبتي، ألف سلام. طبعا أنا بحب يا جماعة أشوح اللحمة كويس جدا، بتاخد لون بني جميل، فما بنيجي نقطعها بقى سلايس بتبقى حلوه جدا، ما بنحتاجش بقى نحمرها تاني، لان دي لحمه بارده خفيفه يا دوبك واخده معلقه زبده بس عشان الدهون والكوليسترول والحاجات دي. فاحنا برده بنعمل يعني اكل صحي، وعشان حبايبنا الحلوين اللي عاملين دايت يستفيدوا معانا ان شاء الله. اهلا يا حبيبه قلبي. ازي حضرتك يا بان؟ اهلا يا روحي. هاجر عيد صح؟ اه يا روحي. ازيك حبيبتي؟ ازيك يا هاجر، عامله ايه وزي ماما؟ الحمد لله حضرتك. هاجر دي، هاجر دي حبيبتي وحبيبتي وبنتي ومامتها عشر 30 سنه من يعني اخت وغاليه في كل الظروف معايا. ربنا يبارك لي فيك يا حاجه نصرة يا رب، واجعلك دايما كده معايا اخت وحبيبه، والحاج عيد زوجها محترم واولادها ربنا يبارك فيكم يا رب. ازيك يا روح؟ الحمد لله يا الحمد لله يا حبيبتي. اموريني، مش عايزه اي طلب او اي حاجه؟ لا لا ربنا يخليك يا طن. شكرا يا روحي، برعاية الله. لا مع السلامة يا حبيبة قلبي، الله يسلمك. طبعا ببعت سلامي لزوجي الحاج خالد شريك عمري وحبيبي، وأولادي شريف ومحمود وبدر، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم، وزوجة شريف غادة حبيبتي بنتي اللي أنا ما خلفتهاش، وعندي أحفادي زينة وعبد الرحمن وزينه وحمزه، ربنا يبارك فيهم يا رب، عقبال محمود ما يتجوز يا رب وافرح بيه هو وبدر، واشوف الحاج خالد كده دايما في ظهري ومنور حياتي، عشره عمري الغاليه. اهلا وسهلا.
طبعا دلوقتي اللحمه اتشوحت، خدت اللون الذهبي الجميل. تمام. اهلا حبيبه قلبي مؤمنه، يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ منوراني، اهلا بيك يا غاليه. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله والله. اموريني. انا بحب حضرتك جدا والله. يا روح قلبي، وانا بحبكم والله ومبسوطه والله جدا. انا بحب كل وصفاتك وبعملها كلها والله. ربنا يخليك يا حبيبتي، ان شاء الله نبقى دايما مع بعض. فعلا انا كنت بنزل على اليوتيوب وعلى على الفيس يا حبيبتي، فعلا ربنا يبارك فيك يا رب. ايوه والله انا بحب حضرتك جدا، وكنت عايزه من حضرتك طلب ممكن. اموريني يا مؤمنه، من عيني اي حاجه امرك نافذ، اموري يا روحي. عايزه المكرونه البشاميل تظبط معايا. حاضر يا حبيبتي، ان شاء الله هعملها لكم الحلقه الجايه بكل تفاصيلها وتكتها، وان شاء الله تعجبكم جدا. وانا عيوني ليك يا مؤمنه، تأمريني يا غاليه. هعملها ان شاء الله، واعمل لك معاها فراخ محشيه بقى، ده المنيو ان شاء الله. والحلو بقى يكون مفاجاه ان شاء الله. نورتيني يا روحي، اهلا بيكي. اه يا حبايبي. اي تمام. إيه طب احنا مع بعض، انا قربت اخلص الملفوف الورق اللي انا عامله كميه بسيطه كده بس، وان شاء الله النسخه بتاعت الجاهزه بتاعتنا ان شاء الله جاهزه للاكل. واللحمه البارده طبعا انا شوحتها وخدت اللون الجميل، وحطينا لها خلاص الميه، ولسه هحط لها الملح بتاعها، ملح خفيف عشان نتحكم فيه. وطبعا هنقدمها مع يا اما شيبسي حضرتك تعمليه، او شرائح الخضره يعني البقدونس او الكزبره، الحاجه المتاحه عندك يعني زي ما بنقول موجوده في البيت، ما تشتريش حاجه. ظبطي ان شاء الله. ايه ايوه اهلا وسهلا حبيبه قلبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله مدام راويه، نورتيني باتصالك. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. انت بالصحه والسلامه يا روحي، ربنا يخليك. الله يخليك. اموريني. الله يخليك. الامر لله. ممكن حضرتك تشرحي لي طريقه البيتزا؟ حاضر يا حبيبه قلبي، على عيني. دلوقتي ان شاء الله لو في وقت هشرحها لحضرتك، ما كانش هعملها لك على الواتس ونتواصل مع بعض. ماشي. عينيا ليك. انت بالصحه والسلامه حبيبتي، في رعايه الله. طبعا انا سعيده جدا باتصالاتكم الجميله، مع ان دي اول حلقه بس ما شاء الله في تفاعل جميل، لان انا بحبكم اصلا. يعني انا جايه عشان بحبكم، مش جايه عشان اي حاجه ثانيه. ان شاء الله اكون دايما في حسن ظنكم واكون ضيفه خفيفه عليكم ان شاء الله. جاي رمضان بقى هعمل لكم اصناف لطيفه جدا، كوردن بلو بقى وسبرينج رولز وحاجات كده شيك قوي قوي، تستاهلكم يا غاليين ان شاء الله يا حبايبي. ربنا دايما نكون مع بعض كده على الود وعلى الحب. اتفضلوا. احنا كده يعني خلصنا، انتوا عارفين طبعا انتوا شاطرين طبعا وست الستات، بس احنا بنقول ايه لبناتنا اللي هم العرايس الجدد لسه سنه اولى طبخ يعني زي ما بنقول، فاحنا بنقدم لهم عشان يعرفوا برده معانا طريقه الورق العنب، عشان تعمل لجوزها بايديها، لان الاكل في البيت مفيش احلى منه ولا انضف منه، بيبقى حلو جدا واقتصادي، وبتصنفي لزوجك واولادك حاجات نظيفه جدا راقيه، غير بره خالص يعني الفاست فود ده حاجات متعبه جدا وبتاثر على الجسم وبتخن. احنا بنعمل حاجات جميله واقتصاديه، وان شاء الله انا معاكم على طول لحد ما تزهقوا مني وتقولوا لي خلاص. انا كده استكفيت، عندي شويه باذنجان كده برده هحشيهم عشان حضراتكم ان شاء الله تكونوا كده ايه سعداء، يعني تكون اكله ايه هنيه ان شاء الله يا حبايبي. ادعوا لي بقى لوالدينا. انا سعيده جدا بيكم والله، قد ايه انا مبسوطه معاكم. ان شاء الله هنعمل الكيكه لاختنا اللي حبيبتنا اللي هي بتعجب منها، واقولها دلوقتي على المقادير هي 3-2-1 بدون ما ابص في ورق ولا حاجه، الذاكره ما شاء الله الحمد لله عندي. 3-2-1 خد بال حضرتك، 3 دقيق تمام، ويكون منخول، تنخليه مرتين او ثلاثه عشان الهواء يطلع منه. باكو بيكنج باودر، 2 فانيليا خد بال حضرتك، كوبايه زبده مع زيت عشان تدينا لمعه وتبقى خفيفه خد بال حضرتك، واتنين سكر تمام، حابه بقى تزوديها جمال كده وتبقى هشه، كوبايه زبادي بتاعه السوق خد بال حضرتك. وتعمليها طبعا زي ما قلنا، هنضرب الاول السكر مع الزبده والزيت ضرب جيد جدا تبقى كريمي كده خفيفه، وبعد كده نحط نعمل البيكنج باودر ننخله مع الدقيق تمام، ونحط كوبايه لبن او كوبايه عصير برتقال. لو عملناها بعصير برتقال هنعمل بشر برتقال مع تبقى لطيفه جدا، لو عملناها باللبن هنعملها رواني. اول ما تطلع مع كوبايه الزبادي هنسقيها السكر اللي هو كوبايتين سكر وعليهم كوبايه ميه وذره
نقطتين ليمون اول ونطفي على دوبك، تاخد غلوتين ثلاثه السكر عشان ما يتقلش منك وتطفي، وتدخليها الفرن على درجه حراره 180، واول ما تستوي تطلع تكون هي سخنه ويكون الشربات بارد، تنغزيها بالسناكس كده وتسقيها بالشربات، واخده بالك طبعا، تقلبيها في طبق التقديم الجميل وتبداي تحطي لها بقى الشربات بتاعنا. خلاص اوكي، وتحطي بقى جوز هند لطيف لو عندك، عندك عين جمل عايزه تزوقيها بالتمر، تعمليه بالزبده الاول وتزوقي، تبقى لطيفه جدا جدا. اهلا وسهلا حبيبه قلبي، اهلا بيك حنونه الغاليه، روحي وعقلي. ازيك يا روحي؟ منوراني يا حبيبه قلبي ومشرفاني، واموريني يا روح. عندك ايه يا حبيبتي؟ لا اقفي في حته، منبار 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 تمام، عايزه تحشيه. اه يا بصي حبيبه قلبي، انا مش سامعاك قوي بس سمعت وفهمت ان هو منبار ضاني. بصي يا حبيبتي، المنبار الضاني بنحشيه بالقمع، تمام كده، بنعمل الخلطه ونخلي الحاجه صغيره جدا، البصل والحاجه عشان ما تقفش في القمع، بنغسله طبعا جيد جدا ونقلبه على الحنفيه، بعد ما غسلتيه وبالدقيق والملح والخل وصفيتيه خالص، تبداي تحطي القمع وتنزلي وبالشاريمو كده تنزلي الرز، وما تملهوش قوي عشان ما يضربش. وعندي جهزي بقى الحله، تحطي فيها ملح وبصلايه وطماطمايه وشويه كمون، شويه اللهم صل على النبي، فلفل اسود، معلقه زبده او معلقه زيت، تمام كده، وشويه كزبره ناشفه عشان بتشيل اي زهامه في الحاجه، بقى احنا غاسينه كويس بس للتاكيد، تمام بس. وتحطيه بقى على نار متوسطه بيتسلق، تحمريه بعد كده نص زبده ونص زيت عشان يكون معاكي لطيف ويديكي لمعه، تحمريه بقى وتاكليه ان شاء الله بالهنا والشفا. وانا سعيده جدا يا حبيبتي بمكالمتك، معلش واطلبينا تاني يا روح عشان الخط ايه فصل. تمام كده ماشي، احنا خلصنا كده خلاص الورق العنب واللحمه عندنا بتستوي، هنعمل بقى ايه ام علي الظريفه حبيبه الايه الملايين دي، لطيفه جدا واقتصاديه، الكيس ب 10 جنيه ونص، هياكل مثلا خمس افراد، عيلتي الكبيره او جاي لك ضيوف في ثانيه بتفتحي الكيس، تمام، وتحطي لو عندك زبيب او مكسرات، بس معلش للاسف انا ما مش عامله حسابي يعني، بتحطي بقى اي نوع زبيب او مكسرات، تمام، وتحطيها على النار طبعا، معلش عشان نوع الحليب ما نبقاش بنعمل دعايه، تحطي بقى اللبن كميه وفيره عشان هي بتحتاج كتير، ولو عندك قشطه بتحطي علبه قشطه، او ما فيش قشطه مثلا كريم شانتيه ماشي، نحط زبادي علبه زبادي نضربها كويس قوي باللبن برده والسكر ونحطها على الوش، بتدينا طبقه لطيفه، هو ده المطلوب طبعا. كده احنا عملنا، شوفي ام علي خلاص كده عملنا الحلو، اظن مفيش اسهل من كده ولا احسن من كده. عشان ايوه حبيبه قلبي، ازيك يا حبيبتي سوما؟ اهلا يا اهلا حبيبتي طنط اسماء، ببارك لك بقى عشان اول مره حبيبي، منوره التلفزيون ومنوره الدنيا كلها. دي خالتي، خالتي اسماء الغاليه علينا، ربنا يخليها ويخلي لنا الحاج جمال زوجها، ويبارك لها في اولادها محمد وهيثم وزوجاتهم واحفادهم، وهي طبعا حبيبتي وتوامي يعني توامي الجميل، ومعايا في كل المواقف، ربنا يخليك يا طنط، وانا سعيده بمكالمه حضرتك، سلامي للحاج جمال والطنط ناديه خالتي الثانيه. حبيبتي يا دينا، ربنا يوفقك ان شاء الله، ربنا يخليك لكل خير. تسلمي يا طنط، ربنا يبارك فيك يا حبيبه قلبي. شكرا يا حبيبتي، في رعايه الله يا طنط، الف سلامه. طبعا انا سعيده جدا بالمكالمات الجميله والتفاعل بتاعكم حبايبي معايا، اهلي وحبايبي واصدقائي والناس اللي ما اعرفهمش كمان، سعدت بيهم جدا، ربنا يبارك لي فيهم يا رب. طبعا ننظف حوالينا كده عشان نقف بمزاج ونحس ان احنا مبسوطين كده وفي نظافه كده وحاله جميله حوالينا ان شاء الله، واكون دايما عند حسن ظنكم. النظافه طبعا مهمه جدا حبايبي، انتوا مش محتاجين طبعا، بس عشان الفيروسات وكورونا والحاجات دي، ربنا يعافينا يا رب ويبارك لنا في الرئيس بتاعنا، رئيسنا عبد الفتاح السيسي، انا بحبه جدا، ووالدي كان بيحبه جدا، والدي كان لواء في المخابرات العامه، اللواء جودة السايس رحمه الله عليه، وخدم مع صلاح نصر، وكان من زينه الرجال. ايوه استاذ سيد، اهلا وسهلا،
ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ ايوه مع حضرتك. اهلا اهلا استاذ سيد، نورتنا حبيبي، ربنا يبارك لنا فيك يا رب. ايوه يا فندم حضرتك، احنا ممكن بس الكبده الاسكندراني حضرتك بس نعرفها. حاضر عينيا، وحضرتك معايا على الهوا هنقول على طول عليه. احنا حضرتك بنجيب الكبده البلدي ونخلي الجزار يقطعها لنا سلايز شرايح رفيعه طويله، تمام، ونجيبها البيت. احلى غسيل للكبده حضرتك، احنا زي ما قلنا هنحط كوبايه لبن ومعلقه خل عليها ونسيبها 5 دقايق ونكب الخليط ده وما نغسلهاش تاني، بتبقى ريحتها رهيبه. وبعدين حضرتك نجيب الحله او صينيه، الحاجه اللي حضرتك عايزها، ونحط فيها الكبده، تمام، وتنزل كده الطش. ولو عندنا قطع من اللي هي الضاني يا ريت نقطعها سلايس كده صغير ونحطها، ونحط ملح وفلفل وكمون، ده حبيب الكبده، تمام حضرتك، وفص ثوم، ولو فيه قطعه من القطع صغيره من الفلفل الحار، لو في اطفال هنحط فلفل بارد، وطماطمايه صغيره جدا. ايوه تمام، اتفضلي. اهلا حبيبتي، اهلا يا ايه. اهلا الله يخليكي، عامله ايه؟ ازيك يا روح؟ اهلا يا غاليه، اهلا يا حبيبه قلبي، اموريني يا روح. يا ريت تنورنا كده على طول ان شاء الله. احنا كده حلقه كل اسبوع، بس ان شاء الله يعني هنشوف المخرج بتاعنا ان احنا نكون معاكم كل يوم، وربنا يبارك فيكم يا رب، بالذات في رمضان كمان يعني عشان نسعد بيكوا ويكون افطار شهي ان شاء الله، وهعمل لكم برده سحور وحاجات لطيفه جدا وكلها اقتصاديه، وربنا يزيدنا ويزيدكم يا رب. وعندنا الموسم بقى كل سنه طيبين، هعمل لكم بط واعمل لكم رقاق باللحمه المفرومه وحاجات ظريفه ان شاء الله يا حبايبي. اهلا بيك يا روح، نورتيني يا غاليه. منك طلب صغير. اموريني يا روح، اتفضلي. انا يعني في الطبيعه جوزي بيقول انت ما بتعرفيش تعمل اكل. لا خلاص، انت حضرتك خدي رقمي من كنترول وتابعي معايا، وكل يوم انت عاوزه حاجه تعمليها انا على عيني هتابع معاكي يا حبيبه قلبي، وان شاء الله تكوني يعني بروفيسور. لما بتجيب اكل جاهز ما بتقضيش. لا لا، احنا قلنا بلاش الجاهز عشان الامراض بقى، مش عارفين المنتجات اللي بيستخدموها ايه، احنا ما بنعرفش في حد، بس احنا بنقول ان احنا اكل البيت تعملي تسعدي زوجك واولادك. كلميني يا حبيبتي وتواصلي معايا النهارده وشوفي يوم بيوم المنيو ايه، وانا عيوني ليك يا غاليه. نورتيني يا حبيبة قلبي. طبعا انا حابة احط ايه، شوية صلصة كده لطيفة بتدي لون حلو للمحشي او لون وردي كده جميل، وتاكلون ان شاء الله بالهنا والشفا. بعد كده كمان هعمل لكم الصلصة في البيت، هتبقى اقتصادية ورخيصة ليكم، بدل ما نشتريها غالية البرطمان مثلا 7-8 جنيه. طب ليه؟ ما احنا نعملها جميلة. وهعمل لكم المربات بقى، بعمل مربة طماطم، مربة لارنج، مربة مانجا، مربة ورد، كل انواع المربات ان شاء الله تعملوها في البيت، المايونيز، الكاتشب، ان شاء الله اكون معاكم العين السهره على خدمتكم يا حبايبي، ودايما كده معايا منوريني. انا سعيده جدا بيكم، ربنا يبارك فيكم يا رب. طبعا ام علي طبعا لطيفه جدا، هندخلها الفرن تاخد وش كده لطيف دلوقتي، بس انا نسيت اجيب المسكات، هشوف اتصرف امسكها باي حاجه. واللحمه بتاعتنا طبعا عماله تتشوح جميله، عايزه بقكم اهو، انا عازمكم النهارده. ماشي، ربنا يبارك لي فيكم يا رب، انا سعيده جدا بيكم يا حبايبي. طبعا لطيفه جدا كده، مستنيه بس تاخد اللون الجراتاه ده، ونبقى خلصنا المنيو بتاعنا النهارده، ونقعد ندردش بقى مع بعض اتصالات واجابات واسئله وبتاع، وانا معاكم بقى ايه بالصبح لحد ما تقولي لي كفايه يا شيف دينا بقى. ايوه اهلا وسهلا مدام فاطمه. كويس الحمد لله. اهلا يا حبيبتي. اه طبعا سعيده جدا بمكالمه حضرتك، منوراني يا غاليه. انا من سيوه. ايه رايك بقى في المنيو بتاعنا النهارده؟ جميل خالص والله. ربنا يخليك يا مدام فاطمه، واموريني في اي طلب لحضرتك. عايزين نعرف مكرونه بشاميل. حاضر، هقول لحضرتك دلوقتي، حضرتك اقفلي واسمعيني، وانا هقول لك على طريقه المكرونه البشاميل، طريقه سهله جدا ولطيفه. بصي يا حبيبتي، بنجيب المكرونه القلم او المقصوصه او الاسباجيتي، النوع اللي يعجب حضرتك، وتسلقيها لمده 3 دقائق يكون فيها مدغه عشان لسه تدخل الفرن، ونصفيها ونشطفها كويس قوي ونخليها على جنب. نجيب الحله بتاعتنا، نحط فيها زبده
وزيت، واخده بال حضرتك، خليط كده، ونحط مثلا 8 معالق دي عشان يبقى وفير، ونقلبه لحد ما يبقى لونه ذهبي غامق، لون الشاي بالحليب كده، واخده بال حضرتك. وبعد كده نحط عليها نحط اللبن، ونحط عليه الملح، واخده بال حضرتك، ونحط البيض. بحب احط البيض مره واحده عشان ما يعملش طبقه لوحده ويفصل، وشويه طبعا فلفل اسود، واخده بال حضرتك، واقلبه كويس. اول ما يبقى وسط لا تقيل قوي ولا خفيف اروح طافي عليه، واخده بال حضرتك. وبعدين اجيب البايركس او الحله اللي بتحبي تحطي فيها الصينيه او التيفال، تمام، واحط الاول زبده، تمام، وطبقه من البشاميل الخفيفه، واحط نص كميه المكرونه. طبعا حضرتك عاوزه تعمليها بالفراخ هتبقى نجرسكو، هتاخدي الفراخ كده تشويحه، تمام، تحطي عليها بقدونس وكزبره وملح وفلفل وشويه من الجبنه الموتزاريلا، تمام، والكزبره الناشفه دي لطيفه جدا في كل الانواع. ماشي يا حبيبه قلبي. اي اهلا وسهلا. الو مدام دينا. حبيبه قلبي اهلا بيكي. عامله ايه؟ منوره الشاشه يا قمر. والله منوره بيكوا حبايبي المشاهدين، حبايبي الحلوين، اهلا وسهلا. اموريني يا مدام علي. انا حبيت ابارك لك بس، وربنا يبارك معاك. ربنا يخليك يا رب. انا سعيده جدا. ايه رايك في المنيو بتاعنا النهارده؟ جميل جميل، تسلم ايديكي. ربنا، طب اتفضلي معانا بقى نتغدى مع بعض. حبيبتي ننور مع بعض. يا روح منوراني يا حبيبه قلبي، اهلا بيكي يا روحي، برعايه الله مع الف سلامه. وبعدين اكمل لحضرتك، نحط بقى نص كميه المكرونه، وبعدين نحط في النص سواء نجرسكو فراخ او بشاميل، هتبقى ايه، لحمه مفرومه حبيبه قلبي معموله جميله كده بالبصل وشرايح الطماطم والفلفل الحار. نحط طبقه ثانيه، وبعدين نحط شويه من البشاميل كبشه كده، وبعدين نغطي المكرونه ونحط بقيه البشاميل بتاعنا الخفيف الجميل، وعليه البيضه طبعا او بيضتين بحط بسخاء كده، تمام، وشويه من الزبده عشان تبقى هي بتاخد زبده بتبقى دسمه شويه، واخده بال حضرتك. وبعد كده تحط شويه من الجبنه الموتزاريلا او الجبنه الرومي المتاح، مفيش خلاص، اوكي، مش يعني مش هتقول لا. وحضرتك تحطيها في الفرن على درجة عالية، تمام كده، وأول ما تستوي ما بتاخدش ربع ساعة لأنها كلها مستوية. أهلا وسهلا وأهلا وسهلا مدام فاطمة. أهلا حبيبتي، منورة البرنامج والله. حبيبة قلبي منوراني أنت ومشرفاني يا غالية. ازيك يا روحي عاملة إيه؟ تسلم إيدك على الحاجات الحلوة دي والله. الله يسلم حضرتك يا حبيبتي، ده النهاردة كده أول يوم ليا حاجات خفيفة. ده احنا هنشوف الروائع بقى ان شاء الله الايام اللي جايه في رمضان ان شاء الله، دايما منورانا يا رب. ربنا يخليك يا مدام فاطمه يا حبيبتي، انا سعيده بيك. اتفضلي. عايزه بس اعرف طريقه بفتيك اللحمه. البفتيك البانيه ولا البفتيك المشوي بالفحم؟ لا البانيه. لا اللي هو البانيه. البانيه، حاضر يا حبيبه قلبي. حضرتك هتجيبي طبعا، تروحي للجزار تقول له عايزه قطعه اسكالوب حلو، هعملها بانيه تكون رقيقه جدا ولحمه خفيفه، ويا ريت لو لقيتي بتلو ويفردها لك خالص ويدقها تمام. حضرتك بتاخديها تنقعيها في نص كوبايه لبن وتكبي الخليط ده، تمام، وتحطي حبيبه قلبي بصله ناعمه جدا، عصير ليمونه، ملح وفلفل، وشويه كزبره ناشفه، طب حضرتك، ومعلقه خل، تدعكي الخليط ده كله، وشويه شطه، تدعكي فيه البفتيك البانيه كله، وتسيبيه بقى شويه ساعه او ساعتين عشان يمتص كل النكهه الجميله دي. وبعد كده تجيبي بيضه عليها فلفل اسود وشويه كزبره ناشفه، الكزبره بتخش معانا في كل حاجه، وتبداي تحطي البفتيك وتقلبيه، وبعدين البقسماط او الفيجيتار، وعليه شويه من الدقيق عشان ما يتحرقش، يعني مثلا 3 ارباع فيجيتار او بقسماط ومعلقتين دقيق، تمام حضرتك، وتحطي فيه وتسيبيه شويه في الفريزر يشمع، وبعدين تطلعي تحطي الطاسه زيت غزير تقليه كويس على نار متوسطه، وتطلعيه على المناديل عشان الزيت، تعملي بقى مع بطاطس الشيبسي ومكرونه اسباجيتي، رز بالخلطه اللي حضرتك عايزه، هعمل لكم رز بالخلطه جميل الاسبوع الجاي وان شاء الله. ايوه دينا. اه يا حبيبه قلبي، معلش اطلبينا تاني يا دندن، واموريني ان شاء الله يا حبيبتي. يبقى كده احنا قلنا على طريقه البفتيك وطريقه الكيكه والمكرونه بشاميل كل طلباتكم، ماشي. اه معانا بقى البيتزا حبيبه قلبي. البيتزا بالنسبه لنا هيكون كيلو دقيق، تمام، وعليه 3 معالق لبن بودر، شوف انا حافظه كل حاجه وتاتشود يعني، وذره من الملح، ومعلقه من السكر، تمام، ونص كوبايه زيت بس للتلميع، حلو كده، وطبعا معلقه خميره كبيره عشان احنا لسه برده الجو برد في الصيف، بنحط نص، ونقلب كل الخليط ده، ويكون عندنا ميه دافيه او كوبايه لبن، وحسب الحاجه تلاقيها لفت في ايدك. ايوه اهلا وسهلا، معانا مين؟ السلام عليكم. اهلا يا استاذ عماد، اهلا وسهلا.
حبيت ابارك لحضرتك على البرنامج وان شاء الله التوفيق دايما ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك، انا سعيده جدا ان الرجاله كمان بتتفاعل معانا، اخواتي طبعا الغاليين يعني. ربنا يخليك. ممكن بس حضرتك طلب واحد بعد اذن حضرتك اطول عليه؟ اتفضل. أمرني يا استاذ عماد. الرز المعمر الحلو والحلو. حاضر، عينيا هقول لحضرتك دلوقتي على طول. أنا أخلص بس البيتزا ونلف العجين تمام ونسيبها تخمر في مكان دافي في فرن البوتاجاز، نولعه ونطفيه ونحطها لمده نص ساعه. نجهز الصواني ونحط زيت وبعدين نعملها كرات ونفرد الكور تمام كده، ونعمل صوص الطماطم اللي هو عباره عن معلقه زيت زيتون وفص ثوم صغير قوي تمام، او ما بنحبش الثوم، في ناس ما بتحبوش يبقى خلاص نستغنى عنه. واخد بال حضرتك، ونحط بقى الطماطم او الصلصه البيوريه وشويه من الزعتر وملح وفلفل، واول ما تتقل معانا نحط الصوص ده والحشو اللي انت عاوزاه. عندك لانشو، عندك جبنه قشخوان، طبعا الموتزاريلا دي الضيف الرئيسي معانا، شرائح الفلفل، شرائح الزيتون الاسود والاخضر ميكس، السوسيس تمام حضرتك، عايز تعمليها بالتونه والجمبري بتبقى سي فود غاليه جدا بره 170 و180، انت مش هتكلف عليكي 15 جنيه. تجيبي كيس جمبري صغير وتشوحيه، وتجيبي اصابع الكابوريا برده ب 9 جنيه وتقطعيها برده، تعملي لاولادك احلى بيتزا. ممكن تعمليها كمان ميني لو مش عاوزين. ايوه اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا حبيبتي اروى، اهلا. منوره الشيشه والله. يا روح قلبي، انتوا حبايبي الحلوين، ربنا يبارك لي فيكم. ازيك يا روح؟ ايه معلش بس عايزه اسالك سؤال. يا اموريني. ايه قعدت الحلقه كده الساعه كام؟ هو لسه ما فيش اعاده، بس احنا نشوف هنشوف مخرجنا الجميل بناء عن طلباتكم ان شاء الله وتفاعلاتكم هنعمل لكم اعاده ان شاء الله. احنا مبسوطين جدا بالتفاعل بتاعكم معانا. ماشي ان شاء الله. طب عايزه رقم الكلام. حبيبه قلبي حاضر، الاعاده تبقى الساعه 4 ان شاء الله. الساعه 4 الصبح؟ اه مخرجنا الجميل اهو، ربنا يبارك لنا فيك يا استاذ وليد، وفي الاعداد والاستاذ هاني وكل الاستاف بتاعنا حبايبي طبعا، ربنا يبارك فيهم. وحضرتك الرقم تخديم للكنترول. اهلا بيك يا روح. او ممكن حضرتك تاخديه من على الشاشه برده موجود. اهلا بحضرتك، نورتيني. يا اهلا وسهلا كده، احنا يعني ام علي بتاعتنا خلصت، ناقصه بس تاخد لون جراتاه كده، المحشي بتاعنا خلص، اللحمه البارده خلصت، في طبعا نسخه يا حبايبي انا عاملاها يسعدني ان انا اقدمها لكم وان شاء الله تعجبكم جدا، عباره عن ورق العنب الجميل المزز اللي هو معمول بالليمون، ودي اهم حاجه لست البيت الغاليه، وبدون طبعا توجيهات، هي شاطره وعارفه كل حاجه. انا لحد دلوقتي بتعلم، يعني اي حد بيعمل حاجه لطيفه باخد طريقتها منه تمام. ماشي، وشرائح اللحمه البارده الجميله هنقطعها كمان معاكم بالسكينه اللي بالكهرباء، انا هدلعكم بقى شويه. اهلا وسهلا احمد بيه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك، نورتنا يا فندم. من ورا الشاشه والله. ربنا يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يخليك. ربنا يجعلها فتحه خير علينا وعليك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله اكون ضيفه خفيفه عليكم واسعدكم ان شاء الله. منورني حضرتك. تسلم ايديك وعافيك. ربنا يخليك يا فندم. كنت عايز اسال حضرتك. اتفضل. اتفضل يا فندم. عايز اسال ازاي الفراخ المقرمشه؟ حضرتك عايز ايه؟ الفراخ المقرمشه. الفراخ المقرمشه، حاضر. طريقه مش عايزين نقول اسمها ايه عشان ما بقاش دعايه. حاضر، عينيا هقولها لحضرتك دلوقتي والمدام معانا برضو تسمعها كده، وهعملها لكم ان شاء الله يا فندم، وهعمل لكم الاستريبس برضو انا معاك، وهعمل لكم البرجر البيتي لطيف جدا، وصنف فراخ كده لطيفه على البارد كده، مع تعمل سندوتشات مع السندوتش الاسكالوب والحاجات دي، تتحشي مع البوفتيك، يعني نعمل بوفتيك ونحشي بالفراخ لطيف جدا مع الموتزاريلا والخضروات، حاجات حلوه جدا واقتصاديه. يعني هنجيب نص كيلو بانيه 35 جنيه ونحشي، يعني الغدوه كلها تبقى 50 جنيه، ونحمر بطاطس معاه. ان شاء الله انا معاكم دايما كده على قد ايديكم يا حبايبي. سعدت بحضرتك، اهلا وسهلا يا فندم. انا كده خلصت، وطبعا انا عرضت حاجتنا، بس هقطع لكم السلايز اللحمه. اهلا يا حبيبه قلبي يا جنى يا غاليه. اهلا يا استاذ زين، عامله ايه؟ روحي حبيبه قلبي، منوراني والله ومشرفاني. منوره الساسه حبيبتي، منوره بيكوا والله يا حبيبتي، انا سعيده بيكوا قوي قوي. واموريني يا روح، الله يخليكي. هو انا حضرتك اكيد عارفه موضوع اللي هو تاجيل المدارس 15 يوم. يا حبيبتي طبعا عارفه، ان عندي ابني في اولى اعدادي. اتفضلي.
ما معايا هو كده هم يدخلونا على الامتحانات ولا ايه؟ ان شاء الله هم بالنسبه من ثالثه ابتدائي لحد ثانيه اعدادي هيكون الامتحانات في ميعادها وهتبقى عن تقريبا عن طريق النت او حاجه يعني مش يعني ان شاء الله يا حبيبه قلبي. نورتيلي باتصالك، مش عايزه اي حاجه اي معلومه؟ في رعايه الله. طبعا هنقطع اللحمه بسكينتي الجميله الدلوعه تديني اللحمه سلايس ونحط عليها صوص تبقى جميله جدا بالهنا والشفا. معلش سامحوني المنشار بتاعي الادوات الجميله دي كلها جايه من بره لان انا عشت بره 30 سنه وليا اصحابي كتير جدا في الكويت وهيكلموني وما زلنا على صداقه وبينزلوا عندي. واهلا بيكم الشعب الكويتي الجميل الحبيب وعاش الشيخ صباح ورحمه الله على الشيخ جابر حبيبنا بابا جابر. انا حضرت حرب الخليج طبعا والحمد لله ربنا ما يعودها يا رب ويعيش الخليج واهله وناسه ان شاء الله. شعب جميل معطاء حنون ظريف بارك الله فيك يا شيخ صباح. يا ريت تكون حضرتك سامعنا. الو الو حبيبه قلبي جيجي جميله ازيك يا روحي؟ الحمد لله على فكره انت لطيفه قوي يعني انا عايزه اشكرك واقول لك يا رب تكون قناه سعيد عليك. يا رب يا حبيبتي يا رب ان شاء الله. قناه على اليوتيوب؟ ايوه اتفضلي يا حبيبتي. ليك قناه على اليوتيوب يا شيخ؟ ايوه. الو ايوه معاكي مش سامعه معلش اتفضلي. بقول لك ليكي قناه على اليوتيوب؟ ان شاء الله حضرتك هينزل كل حاجه واصلا وعلى الفيس كمان اكلات ماما دودي. لا لسه على فكرة. لا لسه قناه لسه يا حبيبتي بس هعمل ان شاء الله. ماشي حاضر. على فكره انت نظيفه قوي يعني انا عايزه اقول لك والله انا ما بنضفش زيك قوي كده. يا روحي ربنا يخليك يعجبك اكلي قوي ويا ريت اشوفكم ان شاء الله يعمل نعمل يوم جماعي كده في مدينه الانتاج الاعلامي واعمل لكم. وحضرتك تابعيني بقى على الصفحه بتاعتي هي بالعربي اكلات ماما دودي وارقام التليفونات ظهرت على الشاشه وان شاء الله نعمل يوم احتفال جماعي كده في رمضان نفطر مع بعض ويكون عزومه مني لستاف البرنامج والحبايب اللي يحبوا ينوروني يعمل لكم احلى الاكلات. اهلا بيكي يا غاليه ان شاء الله. يا شيخ بعد اذنك عايزه اسالك سؤال. اموريني يا حبيبه قلبي. رقمك اللي هو 010 اللي ظاهر على الشاشه أيوة. و10 ارقام بس مش 11 رقم فلما بتصل عليه بيقول الرقم يبدا من 0100. صح. طيب حاضر هنصححه دلوقتي. حاضر نقول للمعد بتاعنا الجميل يصحح لنا الرقم. حاضر يا حبيبه قلبي. يا رب يجي على القناه دي. مبروك عليكي يا رب زي مامتي بالظبط وعايزين نتواصل معاكي بس. خلاص يا حبيبتي خدي حضرتك الارقام وعندك 011 كلميني عليه وعليه واتس بقى 0100 اهو يا حبيبه قلبي. نورتيني يا حبيبه قلبي. بوسيلي الكتكوته الصغننه اتفضل. طبعا احنا كده دلوقتي بنقطع اللحمه بتاعتنا الجميله للسلايس عشان حبايبنا الحلوين ونبقى احنا كده خلصنا المنيو بتاعنا النهارده. ويا رب اكون يعني ضيفه خفيفه عليكم وتكونوا اسعدتوا بيا. وهنحط دلوقتي شويه من الصوص اللطيف على اللحمه عشان مخرجنا الجميل ومعدنا الجميل والاستاف الجميل كله ان شاء الله ياكل معانا. ونورتوني يا حبايبي انا سعيده جدا بيكم ويوم جميل ان شاء الله. انا مبسوطه جدا من المدام اللي بتقول لي النظافه. وطبعا انا نظيفه جدا وبيتي شمعه وكل شغلي بايدي ما دخلش اي حد البيت خالص. انا بحب النظافه والتعقيم عشان النظافه من الايمان وبارك الله فيكم كده. انا خلاص معلش المنيو بتاعنا البسيط. هنجيب بقى ايه ام علي بتاعتنا نحاول ندخلها الفرن. اهلا يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بحضرتك. ربنا يخليك. مبروك البرنامج وربنا يجعله فتحة خير عليك ان شاء الله. ربنا يبارك لنا فيك يا استاذ محمد وفي المدام بتاعتك واولادك ويديك الصحة والعافية يا رب. كل عام وانتم طيبين وان شاء الله. تنورونا كده في رمضان ونشوف حاجات حلوة ان شاء الله. طبعا طبعا ده احنا نعمل حاجات جميلة يا استاذ محمد وتتابعونا ان شاء الله. ربنا عفوا
وربنا يسهل يا استاذ محمد ونكون معاكم كل يوم ان شاء الله. ان شاء الله. في اخ من شويه طلب الرز المعمر الحادق الحلو والبانيه. ايوه يا برضه احنا عايزين نفس الطلب برضه. حاضر عيني، انا هعمله دلوقتي على طول. ما تنساناش ان شاء الله. لا لا طلباتكم اوامر يا استاذ محمد، منورين. ليكي سلام من اهل الفيوم كلهم. حبايبي ده انا ابن خالي دكتور هناك الدكتور جهاد مدكور. سلام للدكتور جهاد. وسلام لحضرتك والاهل الفيوم العزاز على قلبي. ربنا ربنا يخليكم ان شاء الله تنورنا قريب في الفيوم ان شاء الله. نجي لكم ان شاء الله عينيا والله ان شاء الله يا فندم. سلام الاولاد حبيبه ومريم ومحمد واحمد وعبد الرحمن كلهم هنا بيحبوك. بارك الله فيهم وفي المدام بتاعتهم، ربنا يجعلهم زخرة لحضرتك. ربنا يخليكي، معلش مش هطول على حضرتك، السلام عليكم. ماشي شكرا يا فندم. في رعايه الله، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. لسه ام علي بس بتاخد بالوش بتاعها الجراتان وهنقدمها ان شاء الله، وتكون كده ان شاء الله يوم ظريف، وتكونوا حضراتكم اتبسطتوا معايا واسعدتكم زي ما انا اسعدت بيكم باتصالاتكم وتفاعلاتكم الجميله وقلوبكم الجميله. حبايب قلبي ربنا يخليكم يا رب، انا مبسوطه جدا بيكم، ان شاء الله يوم جميل، ونحاول بقى نبقى كل يوم، لان انا نفسي بصراحه ابقى معاكم كل يوم، يعني ده تبقى امنيتي ان شاء الله. اهلا وسهلا يا حبيبه قلبي مدام مها. اهلا بيكي، معلش كيف عايزه اطلب منك طلب يعني. لا امورين امورين. عايزه المطبخ. عايزه ايه حضرتك؟ احب المطبخ يا حبيبتي. حاضر عينيا حضرتك، تاخدي الارقام بتاعتي وتتواصلي معايا وعلى عينيا، انا هحببك في المطبخ جدا، انا بقف في المطبخ من وانا عندي 8 سنين طبعا. ربنا يعني ربنا يخليها مامتي. يعني عارفه هو الكلام ده ينقال على الشاشه ولا لا؟ انا ما بكرهش في حياتي قد الطبيخ. حبيبتي يعني يعني عايشه على الدليفري؟ اه. لا 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 ده كده بابانا يزعل بقى، باباكو يزعل. لا حضرتك تواصلي يعني تواصلي معايا النهارده وهقول لك يعني على طرق بسيطه. يعني مثلا الشيف ويعني مطبخي بيركب شويه. اه يا حبيبتي. لا حاضر من عيني، وارقامي على الشاشه موجوده، واتصلي بيا ان شاء الله النهارده بعد الظهر. يعني بعد الساعة 6 كده، وانا هرد على كل اتصالاتكم واستفساراتكم، وان شاء الله انا عيوني ليكم يا حبايبي. ماشي حاضر، الف شكر يا شيخ، ويا ريت تعملي لنا حلقة بس عن نظافة المطبخ. حاضر عينيا، انا بعمل حاجات جميلة ونظافة الثلاجة ونظافة الأدوات من عيوني يا روحي، تأمريني يا غالية. حاضر. أهلا بحضرتك يا حبيبتي قلبي، أهلا بيكي. في رعاية الله. اتفضلي. أنا كده حضراتكم عملت ورق العنب بطريقة بسيطة جدا وانتم شفتوها. وعملت البدنجان اللطيف تمام، وعملت لكم اللحمه البارده، ولسه في نسخه ثانيه اهي اوكي، وقطعناها بالسكينه كهرباء، ما عندناش سكينه كهرباء مش هنقف، السكينه العاديه، واول ما تبرد عشان ما تتريش منك قطعيها واعملي شيبسي حواليها، وان شاء الله بالهنا والشفاء. وعملنا طبعا ام علي بتاخد وش جراتان في الفرن، وان شاء الله يكون يعني منيو لطيف عليكم، وهو اقتصادي على فكره، كل الحكايه كده لو حسبناها مبلغ بسيط. ممكن نعمل برده. اهلا وسهلا السيد. السلام عليكم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. ازيك يا فندم؟ ازيك يا فندم، نورتنا باتصالك. امورني يا استاذ سيد. انا بحب حضرتك جدا، وانا اصلا شغال فيه بتعلم منك يا حبيبي. ده انا ليا الشرف. ليا الشرف يا استاذ سيد. يا شيف سيد بقى في رعايه الله، ونورتوني كده واسعدتوني، وان شاء الله تكون الاصناف عجبتكم وتفضلوا معانا، ذوقوا بقى اكلي الجميل. طبعا انا بحب اعمل زي ما قلنا الخلطه بتاعه المحشي قبليها بيوم، بتشرب كلها من الخلطه. الو الو، صباح الخير يا ماما. حبيبي اهلا يا شريف. ازيك؟ ازيك يا شريف، ايه رايك في ماما؟ ده شريف ابني الكبير. منور الشاشه والله ومشرفانا. وطبعا مش محتاجين نقول على طعامه اكلك وجماله. ربنا يخليك يا شريف. طول عمرنا بنحشي فيه طبعا اكل فندقي يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. خبيرة في الطهي طبعا. ده ابني شريف. منورة الشاشة يا رب دايما من نجاح لنجاح ان شاء الله. ده ابني الغالي، وببعت سلامي واهدائي لمدام غادة زوجته، انا بعت لها قبل كده، يا رب تكون سامعاني. والاحفاد هي سامعاكي طبعا. والزينة وحمزة حبايبي، ربنا يبارك فيهم. والزينة بتشاور عليكي في التلفزيون. زينة حبيبة قلبي، روحي وعقلي، بنتي الحبيبة. ربنا يبارك فيك يا ابني ويوفقك. ربنا يخليك لينا يا رب. يا رب يا حبيبي، وان شاء الله الاكل يعجبكم النهارده، طبعا هناكل في البيت مع بعض ان شاء الله. وعامله لك ام علي اللي بتحبها. ان شاء الله تسلمي. يا حبيبي سلام الغالي. نجاح والتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يا حبيبي في رعايه الله.
مع ألف السلامة. مع السلامة حبيب قلبي. أيوة تمام كده، عم بتاخد الوش الجميل. وأهلا بيكم يا حبايبي، إيه رأيكم تفضلوا اتصلوا بيه؟ أنا جاهزة لاتصالاتكم. يا أهلا وسهلا. طبعا عندي محمود ابني تقريبا نايم عشان النهارده اجازته يوم الاحد، فضحك عليا فبيقول لي يا ماما شوف بقى في الاعاده. قلت له ما فيش اعاده، قال لي لا شوفي مخرجنا الجميل ومعدنا الجميل ويعمل لك اعاده ان شاء الله. ايوه واعادتنا بنعيد تاني من 4:10 لحد 5:30 فجرا ان شاء الله. تتابعوني ونشوف مع بعض للمره الثانيه. ام مريم حبيبه قلبي اهلا بيك. اهلا بيكي، معلش حبايبي بنتي بتتفرج عليكي وعايزه اتكلم. حبيبه قلبي روحي اتفضلي. ازيك يا دودو؟ ازيك يا دودو؟ تيجي تنورينا هنا في مدينه الانتاج؟ هعملك بقى تشيكن ناجتس جميل على شكل الاشكال المريحه كده وشيبسي، ايه رايك؟ قولي لمامي وديني عند شيف دينا او طنط دينا. تنورين ماشي؟ يا حبيبه قلبي حاضر يا روحي. نورتينا يا حبيبتي باتصالك. باي باي مع الف سلامة. تمام كده حضراتكم شفتوا المنيو بتاعنا النهارده واسعدت بيه، وانا اسعدت بيكم في الوقت البسيط ال 50 دقيقة دول، نفسي يكونوا 50 ساعة. ان شاء الله اشوفكم الحد القادم لحد ما نرتب برنامجنا، نبقى كل يوم مع بعض الساعة واحدة مع شيف دينا اكلات ماما دودي، والارقام ظهرت عند حضراتكم وفي رعاية الله. مع الف سلامة، نورتوني يا حبايبي. We'll be right back.